أولا بالنسبة لحي النجار وحي الأصنام هما في الحقيقة أحياء قديمة يعني تعتبر نعم. وحي الجدلة يعني اعتماده جديد على يعني في 2018 ربما اللجنة تاع الحي الحي يعني مازال جديد. كذلك حي الجدلة يختلف شوية على الأحياء أولا بحكم أنه حي صغير من حيث عدد السكان من حيث هذا، كذلك أنه يمتاز بعدد المرافق تقريبا معروف حي الجدلة بالأطباء والمرافق إلى آخره. الإنجازات الحقيقة اللي أنجزناها اللي هي تتمثل عندنا كانت فئة محرومة من ضعف التيار الكهربائي ولينا الحقيقة أنجزنا هذا الشيء وزدنا في التيار الكهربائي واستفادوا بحيث كانت عندنا تقريب حوالي 20 إلى 25 عائلة محرومة خاصة في فصل الصيف. ما عندهمش كهرباء خلاص. مش ما عندهم شيء يعني عندهم ولكن ضعيف الكهرباء. ضعيف جدا حيث ربما كان عندنا البعض يروحوا يهزوا أهلهم وأولادهم ويروحوا للجهة أخرى باش يصيفوا يعني. والحمد لله رب العالمين بمجهودات وبتضافر الجهود حققنا هذا الهدف لهذه الفئة. كذلك حققنا ساحة حما الأخضر اللي هي عادة اللي هي نعم. جاهز من جديد اللي هي ساحة علي بيا معروفة علي نعم. اللي هي تعبدوها. كذلك تحصلنا على المرفق اللي هو راهو المرفق الرياضي المعروف اللي راهي تجرى فيه عدة مسابقات رياضية فيه فريق مالسوف وفيه لا ما نشوف خلاص راحت من جهة أخرى يعني أصبح مرفق حلبة تقصد حلبة نعم يعني أصبحت الآن فيها ربما مرفق كفضاء للشباب ومعروفة أيضا بالكرة الحديدية أصبحت فيها إنجاز في الكرة الحديدية توقع فيها أو تجرى فيها عدة منافسات أصبحت معروفة على الحلبة خاصة بالكرة الحديدية. كذلك كنا محرومين من البافي والحمد لله رب العالمين. المجلس هذا وبارك الله في السيد رئيس البلدية هذا لأن منذ سنين وإحنا نعانوا من الغبار وكان مؤثر علينا والحمد لله السنة هذه تم ذلك، تم البافي وتمت الأمور على أحسن ما يرام. بالنسبة للإنارة العمومية نقدر نقوله 95% ما شاء الله يعني محققة ولله الحمد رب العالمين. جميل جدا.